بعد أن صنعنا الحاشية هنا فقط 3 أسطر، اشتغلت 3 أسطر بعد الدورة الأخيرة لهذه الغرزة يعني باللون الأزرق. فلكم الاختيار في عدد الدورات أو عدد الأسطر التي يجب أن تشتغلونها هنا. بالنسبة للعنق، دورة العنق وجهتي الفتحة، فنشتغل بطريقة بسيطة جدا. أولا نفتح كل الأزرار ونشتغل من هنا، نبدأ من هذه الجهة، نربط الخيط وأبدأ بغرزة النصف عمود هنا. يمكن أن تكون أيضا غرزة الحشو، من الممكن أفضل ربما أن نشتغل بغرزة الحشو. نفس الشيء غرزة الحشو أو غرزة النصف عمود، سأشتغل هنا أعتذر بغرزة الحشو، الغرزة الأولى بهذه الطريقة، الغرزة الثانية أدخل الإبرة في الغرزة التي تلي هنا، يعني بجانب الغرزة الأولى، أخرج الخيط ثم ألف وأخرج من غرزتين، أذهب هذا العمود هنا، سأشتغل وسطه بالضبط، أدخل الإبرة وسطه، أخرج الخيط، ألف وأخرج. سنذهب إلى هذه الغرزة هنا، يعني بين هذا العمود وهذا العمود هناك هذه الغرزة، أدخل الإبرة وأخرج الخيط وألف وأخرج من الغرزتين. هذه الغرزة أيضا أشتغل وسطها، أدخل الإبرة أخرج الخيط ألف وأخرج من الغرزتين. هنا بين هذه 3 غرز سلسلة التي يجب يعني نعتبرها غرزة عمود وغرزة العمود الأخرى، هناك هذه الغرزة، سأدخل الإبرة فيها وأخرج الخيط ثم ألف وأخرج من الغرزتين. عندنا هذا العمود هنا، أدخل وسطه وأخرج الخيط، ألف وأخرج من الغرزتين. بهذه الطريقة سأتابع إلى أن أصل إلى هنا وأعود إليكم. وصلت هنا إلى آخر غرزة في الركن بالضبط هنا، والآن سأبدأ ب3 غرز سلسلة، 1 2 3، ثم هذه الغرزة الموالية هنا سأخذها بهذه الطريقة، يعني غرزة عمود أمامية، أشتغل فوقها بالضبط غرزة عمود أمامية. الغرزة التي تليها أحاول إيجادها، لأن هنا الزر تقريبا ستكون هنا، هذه الغرزة سأشتغل فوقها غرزة عمود خلفية. الغرزة الأخرى هنا سأصنع فوقها غرزة عمود أمامية. وأتابع مرة غرزة عمود خلفية في الغرزة الموالية، ومرة غرزة عمود أمامية في الغرزة التي تليها. أتابع مر يعني بالتناوب بين غرزة العمود الأمامية وغرزة العمود الخلفية إلى أن أصل إلى هذه الجهة. ثم نطبق نفس الشيء أيضا هنا غرزة الحشو، يعني من هذا الركن هنا آخر دورة العنق إلى نهاية الفتحة سنطبق غرزة الحشو، وبالنسبة لدورة العنق نطبق غرزة العمود الخلفية وغرزة العمود الأمامية. هنا وصلت الركن الآخر وبقي لي فقط هذه الجهة من الفتحة، فهنا أنا سأشتغل كما قلت بغرزة الحشو، أدخل الإبرة في أول يعني هنا بالضبط في هذه الغرزة، أخرج الخيط، ألف وأخرج من غرزتين. هذه هي غرزة العمود، وسطها سأدخل الإبرة وأخرج الخيط، ألف وأخرج من غرزتين. هنا بين هذه الغرزة وهذه الغرزة أدخل الإبرة، أعتذر ندخلها هنا بالضبط،
ثم أخرج الخيط ألف وأخرج من غرزتين. أتابع يعني بهذه الطريقة دائما وسط الغرزة، أصنع غرزة حشو، وبين كل غرزة وغرزة هناك تقريبا ثقب صغير. أدخل الإبرة وأخرج الخيط وألف، يعني أدخل الإبرة أخرج الخيط ألف حول الإبرة وأخرج من الغرزتين، يعني أصنع غرزة حشو. هنا وسط الغرزة أيضا نفس الطريقة، وأتابع بهذه الطريقة إلى أن أصل إلى النهاية. وصلت هنا إلى آخر نقطة، وهنا سوف أربط فقط الخيط. أدخل في أي غرزة هنا بالجانب، أخرج الخيط أخرجه من الغرزة الأخرى، ثم أخرج الخيط مرة أخرى من الغرزة وأقطع الخيط من بعد، أحاول أن أدخله بين الغرز وأقطعه بالمقص. فهذه هي الطريقة. من بعد سأزيل هذه البقايا للخيوط. سأريكم الآن طريقة الكم. فهنا في الكم سنشتغل بنفس الطريقة التي اشتغلنا بها في الصدر. هنا سأبدأ بنفس الطريقة، يعني باللون الأبيض أولا، سأربط هنا بالجانب، أربط الغرزة جيدا كي لا تنفك. والآن سوف أصنع غرزة نصف عمود. في هذه الغرزة هنا مثلا أبدأ بغرزة نصف عمود، ألف حول الإبرة هكذا، ثم أدخل أخرج وألف وأخرج من الغرزتين مرة أخرى ألف، وأذهب إلى هذه الغرزة سأشتغل بالضبط وسطها، أخرج الخيط ألف وأخرج من كل الغرز. أذهب إلى هذه الغرزة هنا، هذه الغرزة هنا، أدخل الإبرة أخرج الخيط ثم ألف وأخرج من كل الغرز. فألف مرة أخرى وأذهب إلى هذه الغرزة هنا، أخرج الخيط ألف وأخرج من كل الغرز، يعني أصنع غرزة نصف عمود. ألف حول الإبرة، أذهب إلى الغرزة الموالية، أصنع غرزة نصف عمود، وهكذا هنا سهل نجد الغرزة بكل سهولة على طول الدورة إلى أن نصل يعني إلى الجهة الأخرى. وأعود إليكم كي أريكم أين بالضبط نصنع غرز نصف عمود. وصلت هنا إلى، يعني اقتربت من نهاية الدورة. هنا سأشتغل في هذه الغرزة هنا، غرزة سلسلة لا أشتغل فيها، أشتغل هنا كما اشتغلت في الجهة الأخرى. فأنتقل هنا، أشتغل وسط هذه الغرزة، ثم في النهاية نشتغل حيث بدأنا، حيث ربطنا الخيط نشتغل هنا. الأفضل أن نأخذ يعني غرز قوية كي لا يحدث من بعد أي مشكل بهذه الطريقة مثلا. ثم الآن نربط بواسطة غرزة منزلقة. وهكذا نكون قد انتهينا من الدورة الأولى. الآن سنربط بالخيط الآخر أو لون آخر، سأربطه بنفس الطريقة، أربطه هنا في الداخل أفضل، في أي غرزة هنا في الداخل مثلا هنا. دائما أربط أو أعقد جيدا، ثم الآن أتابع. سنصنع نفس الغرزة، نجر اللون الأبيض هنا. يمكن وجدت أن ليس مشكلة إن ربطنا أيضا باللون الآخر، يعني صنعنا غرزة منزلقة باللون الآخر،
من الأفضل، لكن يعني رأيت أنها ليس مشكلة، فقط نخرج الخيط، وضروري أن نجر هذا الخيط الأبيض جيدا حتى لا تظهر الغرزة أو لون أبيض في هذه الغرزة. الآن سوف نصنع غرزة منزلقة، عفوا غرزة نصف عمود. ألف الخيط وأدخل في نفس الغرزة، أخرج ثم ألف وأخرج من كل الغرز. أذهب إلى الغرزة الأخرى الموالية، أصنع فوقها غرزة نصف عمود. والآن في هذه الغرزة، بالضبط هذه الغرزة هنا، سنصنع غرزة عمود أمامية تحتها، تحت هذه الغرزة تقريبا. بهذه الطريقة نصنع غرزة عمود أمامية، ثم نترك هذه الغرزة ونشتغل في الغرزة الأخرى، غرزة نصف عمود، ثم الغرزة الأخرى أيضا غرزة نصف عمود. الغرزة الأخرى هنا لن نشتغل فيها، سنشتغل في الغرزة التي تحتها. هنا يعني الغرزة في الحقيقة يمكن أن نأخذ هذه الغرزة، هذا العمود هنا، لكن هنا بحكم أن الغرزة بعيدة أخذت فقط هنا في هذه الجهة، عفوا أخذت هنا فقط في الفوق، فوق الغرزة فقط، لكن هنا دائما أخذ غرزة العمود الزرقاء هنا. فأربط ألف حول الإبرة وأخذ هذه الغرزة التي تحت هذه الغرزة، التي غرزة الأساس التي يجب أن نشتغل فيها. لا نشتغل فيها، نشتغل في بالضبط في الغرزة التي تحتها، هي هذه. نصنع غرزة عمود أمامية، ثم نترك هذه الغرزة هنا ونشتغل في الغرزة التي تليها، نصنع غرزة نصف عمود. الغرزة الأخرى أيضا غرزة نصف عمود، ثم ننتقل إلى هذه الغرزة، سنشتغل في العمود التي تحتها هو هذا، نأخذه بهذه الطريقة ونصنع غرزة عمود أمامية. بهذه الطريقة نتابع. أعتذر إن كان لا يظهر جيدا، لكن هذا اللون لا يظهر، يعني لا يتضح يعني في الصورة، فنتابع بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة وأعود إليكم. في النهاية هنا وصلنا إلى نهاية الدورة، والآن سنصنع آخر غرزة عمود أمامية. كما ترون عدد الغرز هي مناسبة. الآن سنحاول أن نأخذ هذه الغرزة هنا، نأخذها فقط من هنا بهذه الطريقة، نصنع غرزة عمود أمامية، ثم في النهاية نربط بواسطة غرزة منزلقة. هكذا نكون قد أنهينا السطر الثاني. فنفس الغرزة، نفس الطريقة، سنشتغل الآن باللون الأبيض. دائما نربط بغرزة منزلقة باللون آخر، وإلا فنربط بنفس اللون، ولكن عندما ندخل الغرزة هنا للون الموالي نجر جيدا الخيط الأزرق أو الخيط المغاير. فهنا سنصنع غرزة نصف عمود، سنشتغل بنفس طريقة يعني جهة الصدر. فهنا صنعت غرزة نصف عمود، هنا أيضا غرزة نصف عمود، وهنا سأصنع غرزة عمود أمامية. هذه هي الغرزة، تحتها هذه الغرزة، غرزة نصف عمود، سأخذها بهذه الطريقة وأصنع فوقها غرزة عمود. أعتذر، بهذه الطريقة، طريقة سهلة جدا. أتابع في الغرزة الأخرى غرزة نصف عمود، الغرزة التي تليها أيضا غرزة نصف عمود، الغرزة الأخرى غرزة نشتغل في هذه الغرزة تحت تحت هذه غرزة الأساس، تحتها غرزة نصف عمود، سأخذها بهذه الطريقة وأصنع فوقها غرزة عمود أمامية. أتابع الغرزة التي تليها غرزة نصف عمود، الأخرى أيضا غرزة نصف عمود، والغرزة الأساس الأخرى سأشتغل في الغرزة التي تحتها، هي غرزة العمود البيض، النصف عمود عفوا البيضاء، أصنع فوقها غرزة عمود أمامية. الطريقة سهلة، لمن يعني لم يفهم طريقة في جهة الصدر، طريقة سهلة جدا.
نتابع بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة. من بعد باللون الآخر دائما يجب أن يكون دائما في هذه الجهة، ليس يعني سنشتغل في هذه الغرزة الزرقاء هنا بجانب هذه، دائما نشتغل في الغرزة التي تلي غرزة العمود الأمامية. أيضا بالنسبة للون الأبيض، ففي الدورة الأخرى بعد الدورة الزرقاء سنشتغل بغرزة العمود الأمامي فوق هذه الغرزة هنا، غرزة نصف عمود التي بجانب غرزة العمود الأمامية. أرجو أن يكون الشرح واضح. سوف نتابع بهذه الطريقة لعدة دورات حتى نحصل على الطول الذي نحتاجه في الكم. وأعود إليكم. هنا أنا اشتغلت فقط قليلا بهذه الغرزة، من يعني بإمكانكم أن تتابعوا بنفس هذه الغرزة، لكن أنا سأشتغل على هذا الشكل، سأشتغل هذا الارتفاع بهذه الغرزة، ثم سطر واحد بغرزة نصف عمود أبيض وستة أسطر باللون الأزرق، ستة أسطر باللون الأزرق، ثم سطر واحد باللون الأبيض، ثم من بعد أشتغل بالغرزة الأخرى. نفس الشيء سأطبقه على هذه الجهة. بإمكانكم كما قلت أن تشتغلوا بهذه الغرزة على طول الكم إلى أن تصلوا إلى الحاشية. هنا أنا قطعت الخيط، الآن لا أحتاج للأبيض، من بعد سأحتاج له. اشتغلت هنا سطر كامل بغرزة نصف عمود فقط باللون الأبيض. هنا سأشتغل أيضا بغرزة نصف عمود باللون الأزرق الفاتح، وأتابع فقط بهذه الطريقة فقط. عندما أصل إلى النهاية سأريكم الطريقة كي لا يظهر أي عيب في هذه الجهة. المهم نتابع بغرزة نصف عمود إلى أن أصل إلى هنا وأعود إليكم. هنا وصلت النهاية وسأتابع بدون أن أربط واسطة غرزة منزلقة. سأشتغل في هذه الغرزة حيث سأربط بغرزة منزلقة وأصنع غرزة نصف عمود. وصلت هنا نهاية الدورة. كي لا يكون عندي أي مشكلة في هذه الجهة، سيظهر هناك عيب خاصة أنه ليس الجانب، كان الجانب الآن أصبح هنا، فهنا سأربط بغرزة منزلقة هنا بالضبط حيث الغرزة الزرقاء بهذه الطريقة ثم أربط وأشتغل، أتابع أشتغل، سأشتغل بين هذه الغرزة وهذه الغرزة هنا، أصنع غرزة نصف عمود وأتابع بغرزة نصف عمود إلى أن أصل هنا. والآن سيصبح كل شيء يعني واضح، سأشتغل هنا مباشرة هنا ثم أتابع بهذه الطريقة. هنا وصلت إلى نهاية الدورة وهنا سأشتغل في هذه الغرزة هنا، أصنع غرزة نصف عمود وأتابع بغرزة النصف عمود فوق كل غرزة أخرى، وأتابع الآن ليس عندي أي مشكلة إلى أن أصل إلى الدورة السادسة، إلى نهاية الدورة السادسة وأعود إليكم. في النهاية عندما نصل فوق بالضبط هذه الغرزة حيث بدأنا الدورة بدون توقف، يعني تقريبا هنا بين ستة أسطر وستة أسطر، هنا نربط بغرزة منزلقة وتاني شيء سنصنع الآن غرزة، عفوا سطر أو دورة بغرزة نصف عمود باللون الأبيض. فأول شيء أربط الخيط في أي جهة، نخرج اللون الأبيض ثم نجر اللون الأزرق بهذه الطريقة، ثم الآن نشتغل بغرزة النصف عمود يعني دورة عادية.
بغرزة النصف عمود وتابع بغرزة النصف عمود إلى أن أصل إلى نهاية الدورة. ثم من بعد سأصنع أيضا دورة أخرى باللون الأزرق، دورة بغرزة النصف عمود، دورة فقط بغرزة نصف عمود باللون الأزرق، ثم أعود إليكم. في النهاية أربط بواسطة غرزة منزلقة، والآن باللون الأزرق الفاتح سنشتغل أيضا بغرزة النصف عمود. فوق كل غرزة غرزة نصف عمود، يعني طريقة سهلة بدون أن أظهر لكم. أربط بغرزة منزلقة ومرة أخرى بغرزة نصف عمود فقط أشتغل لسطر آخر باللون الأبيض بغرزة النصف عمود فقط. من بعد سنبدأ الغرزة الأخرى. أتابع بغرزة نفس عمود إلى أن أنتهي وأعود إليكم. في النهاية ربطت بواسطة غرزة منزلقة. الآن سنبدأ في هذه الغرزة، يعني الغرزة واضحة عندكم طريقة الاشتغال فيها. أبدأ لكم وتابعوا بنفس الطريقة التي اشتغلنا بها سابقا بدون أن أطيل عليكم، يعني هذه الحلقة. فغرزة نصف عمود في الغرزة الأخرى، أيضا غرزة نصف عمود، ثم هذه الغرزة أشتغل تحتها، أخذ هذه الغرزة بهذه الطريقة وأصنع غرزة عمود أمامي. أتابع هذه الغرزة غرزة نصف عمود، الغرزة الأخرى غرزة نصف عمود، والغرزة التي تليها هنا تحتها بالضبط هذه الغرزة أخذها بهذه الطريقة وأصنع فوقها غرزة نصف عفوا غرزة عمود أمامية. أتابع بنفس الطريقة، غرزة نصف عمود في الغرزة الأخرى، أيضا غرزة نصف عمود، والغرزة التي تليها تحتها بالضبط هنا هذه الغرزة الزرقاء غرزة نصف عمود زرقاء أخذها بهذه الطريقة وأصنع فوقها غرزة عمود أمامية. أتابع بهذه الطريقة، أشتغل بهذه الغرزة لبضعة أسطر وأعود إليكم. هنا أنا وصلت في النهاية، يعني تقريبا الآن سأشتغل فقط في حاشيات هذا الكم. بالنسبة للحاشية فيمكن أن نشتغل بكروشيه يعني أصغر قليلا من من حجم الكروشيه الذي نشتغل به لكي نحصل على هذا الضيق قليلا. هي ليس هناك أي نقص في الغرز، فقط أن إبرة الكروشيه أصغر من التي اشتغلت بها كي تعطيني هذا الشكل صغير يعني قليلا. فأنا هنا سأشتغل بإبرة رقم 1 7 ملم تقريبا أو 2 ملم أيضا يمكن بدل إبرة الكروشيه رقم 2.5. فهنا يعني الطريقة سهلة جدا، نشتغل فقط بغرزة العمود الأمامية وغرزة العمود الخلفية. فنبدأ بثلاثة غرز سلسلة مكان غرزة العمود الخلفية الأولى، ثم الغرزة الأخرى أشتغل بهذه الطريقة أصنع فيها غرزة عمود أمامية، ثم أذهب إلى الغرزة الأخرى وأشتغل من الخلف وأصنع غرزة عمود خلفية، الغرزة الأخرى أمامية، الغرزة التي تليها خلفية، وأتابع بهذه الطريقة بغرزة العمود الأمامية والخلفية على طول الدورة، وأيضا لدورتين أخرتين، يعني أشتغل فوق غرزة العمود الأمامية غرزة عمود أمامية، غرزة العمود الخلفية غرزة عمود خلفية. في النهاية نحصل على هذا الشكل.
الطريقة سهلة جدا والغرزة جميلة، ومن خلال هذه الغرزة يمكن أن نخرج غرز أخرى أجمل بلون واحد، لونين أو ألوان كثيرة. وبالنسبة للصدر بإمكانكم أيضا أن يكون الكم أوسع بقليل، يعني إذا طبقتم الطريقة الرابعة التي موجودة بالقناة، سأترك لكم موقع هذه الطريقة في صندوق الوصف، فبإمكانكم أن توسعوا الصدر قليلا، خاصة بالنسبة للأطفال الذين عندهم حجم أكبر، يعني بنفس السن وحجمهم أكبر. فهذا البلوفر هو لسن سنة واحدة خاصة، يمكن 6 أشهر ويمكن أيضا سنة واحدة، سنة ونصف عفوا، حسب حجم الطفل. وبالنسبة للقياسات يعني ارجعوا وعودوا إلى طريقة صنع الصدر، فيها شرحت كل القياسات. والآن أترككم في رعاية الله، أسأل الله تعالى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكل جديد، يعني كل من هو جديد عن القناة فضلا اشتركوا بالقناة وشاركوا هذه الحلقة مع أصدقائكم. أترككم في رعاية الله وإلى حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.